نعم دكتور. وصلنا بالمحاضرة السابقة للأكشن بوتينشيال اللي توقفنا عدة وقلنا نكمل هذا الأسبوع. الأكشن بوتينشيال إذا أريد حتى نفهمها أيضا ونكمل الموضوع اللي قلنا هو تغيير مفاجئ بوضع الإلكتريتي مات في الخلية، أنه يتحول أنه خارج الخلية بدل ما يكون بوزيتيف راح يكون نيجاتيف، وداخل الخلية بدل ما يكون نيجاتيف راح يكون بوزيتيف. تغيير مفاجئ إذا هو the cell is a sudden reversal of polarity cell by a stimuli from negative to positive then at the end return to the negative. يعني هو تغيير مفاجئ بالشحنة الكهربائية من النيجاتيف إلى البوزيتيف، بعدين يرجع في نهاية الأكشن بوتنشال إلى النيجاتيف نتيجة محفز أو تحفيز خاص خارجي. المحفزات اللي ممكن تؤدي هذا الامر انه يتحول من النيجاتيف الى البوزيتيف ويرجع مره ثانيه الى النيجاتيف متعدده، ممكن تكون الكتريكال، ممكن تكون كيميكال، ممكن تكون ميكانيكال. امبورتنس اوف اكشن بوتنشال اوف ذا سيل، اهميه الاكشن بوتنشال بالنسبه للخليه هي تساعد في عمليه نقل الامبلس along nerve fiber and transmission of impulse along nerve fiber. البيئة اللي تنتقل على طريق الليف العصبي أو النيرف من الدماغ إلى كل أعضاء الجسم تنتقل عن طريق الأكشن بوتنشيال. ريليز أوف نيورو سيكريشن اللي هي نسميها نيورو ترانسميترز أو الكيميكال ترانسميترز إن سينابس، ساعدنا على إفراز المواد النيورو ترانسميتر اللي تكون بارتباط العصب مع العضلة، ارتباط العصب مع العضله مثلا الاسيتيل كولين الابنفرين. طلاب ممكن بس تسدون المايك اللي فاتح يسوي كلوز. شباب ايه مضبوط، بس اغلقوا المايك. ازاله اذا يساعد في عمليه طرح او افراز النيورو ترانسميترز اللي تكون في نهايه ارتباط العصب مع العضله حتى يؤدي الى انه يحفز داخل العضله باداء العمل مالها من انواع النيورو ترانسميتر مثل عندنا الاسيتيل كولين الابنفرين النون ابنفرين. يساعد في عمليه بما انه شلون عفوا ما فهمت عليك، الصوت راح. نصدق هسه الامور اوكي نكمل. طلاب بس واحد يجاوبني، واحد يجاوبني. الصوت هسه واضح؟ العرض والصوت. نعم دكتور. والعرض واضح؟ العرض واضح. رجاء سدوا المايكات كلها، خلي كل الطلاب يسد المايكات، وبعدين عدينا من نخلص اذا اكو احد عنده سؤال عدينا يفتح المايك حتى لا يصير ضوضاء وخربطه بالاستقبال. راح اعيدها من البدايه حتى نكمل المحاضره، اوكي؟ نعم دكتور. اوكي دكتور. يلا عيني نبدي. اكشن بوتنشال، فهمنا الاكشن بوتنشال شباب الاسبوع الماضي انه هو عمليه تحويل مفاجئ بالخليه من النيجاتيف الى البوزيتيف داخل الخليه نتيجه تحفزات يحفز الخليه على احداث هذا الامر. اذا هو قلنا ان ذا سيل از ا سادن ريفرس اوف بولاريتي سيل باي ا ستيمولاي فروم نيجاتيف تو ذا بوزيتيف ذن ات ذا اند ريتيرن تو ذا نيجاتيف. يعني في نهايه الاكشن بوتنشال راح ترجع الى النيجاتيف. بدايه هي في حاله الريست الخليه تكون الخارج بوزيتيف والداخل نيجاتيف، من اجاها من اجاها محفز الان بدا بدايه الاكشن بوتنشال راح يبدا يتحول داخل الخليه بوزيتيف وخارج الخليه نيجاتيف. في نهايه الاكشن بوتنشال يعني يرجع الى عمليه الريستنج راح ترجع الخليه كما كانت سابقا انه خارج الخليه بوزيتيف وداخل الخليه نيجاتيف. انواع المحفزات اللي ممكن تؤدي الى هذا الامر هي عندنا ثلاث انواع متعدده، مثل عندنا الكتريكال، كيميكال او الميكانيكال. الامبورتنت اوف اكشن بوتنشال، اربع امور مهمه بالاكشن بوتنشال ممكن نذكرها. اذا يساعد الاكشن بوتنشال في عمليه انتقال الامبلس على طول الليف العصبي، ترانسميشن اوف امبلس along nerve fiber، من النقله الامبلس على طريق النيرف العصبي الى كل اعضاء الجسم
راح تو افراز النيورو النيورو ترانسميتر او يسمونه نيورو سكريشن النيورو سكريشن اور الكيميكال ترانسميتر ان سينابس، يعني توصل النبضه العصبيه النقط عن طريق النيرف وصلت الى نهايه ارتباط العصب مع العضله يسموه هذا المنطقه السينابس، راح تفرز تساعد في افراز النيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر من حتنفرز راح تنقل الى داخل العضله حتى تهيئها تسوي لها ايضا ستيمولاي في تساعدها في عمليه الاكشن بوتنشال واحداث الكونتراكشن. اذا راح يصير كونتراكشن بالمصل فايبر. Activation or inhibition of glandular secretion ممكن تذهب أيضا إلى الـ الغدد إلى الجلاندور الجلاندولار وتساعد في عملية إفراز المواد من الغدد. إذا هي عملية transmission of impulse يساعد في عملية transmission of impulse يساعد في عملية release neuro secretion أو neurotransmitter أو chemical transmitter synapse يساعد في عملية secretion. السينابس نلاحظ هنا الصوره الاولى هو الانتقال عن طريق الليف العصبي، الصوره الثانيه هو الانتقال هذا السينابس ونهايه الليف العصبي مع العضله بدايه العضله. نلاحظ هذه النقاط الحمر هي عباره عن نيورو ترانسميتر. نلاحظ هنا الكونتراكشن اللي يصير بالعضله انه كونتراكشن شلون العضله صار بها كونتراكشن، التحفيز او الانهبيشن بالنسبه للجلاندولا سير بافراز او عدم افراز المواد اللي تفرزها الغدد. اوكي النورمال ريستنج من برين بوتنشيال تختلف النورمال ريستنج من برين بوتنشيال باختلاف العضلات عموما، ولكن وجدوا انه طبيعيه حسب القياسات اللي اجروها بالمختبر باستخدام جهاز الاوسيميتر انه انه السكيتال مصل الريستنج من برين مالته ما بين الماينس 90 ملي فولت او الماينس 70 ملي فولت. اذا في اذا تكون العضله في حاله السكون عدم التهيج وعدم الحركه يعني يسموها الريستنج تكون يكون البولاريتي مالتها او تقرا الشحنه مالتها انه ماينس 90 ملي فولت او ماينس 70 ملي فولت. بالنسبه للكاردياك مصل هي ماينس 90 ملي فولت، بالنسبه للسموث مصل هي ناقص ماينس 60 ملي فولت، للبنكري بالبيس ماركر ماينس 70 ملي فولت، للنيورونز ماينس 60 الى ماينس 70 ملي فولت. باختلاف الانسجه ممكن تختلف ولكن على العموم تقريبا كمعدل هي ماينس 70 ملي فولت All these negativity are caused by leakage of potassium ion and negative non-diffusible substance inside the cell. But in action potential this polarity will change. يعني احنا اتفقنا انه في هذه الحالة كل حالة الريستنج ميمبرين هي تأدت او حثت نتيجة منع دخول الصوديوم اوكي ودخول البوتاسيوم الى داخل الخليه، دخول البوتاسيوم الى داخل الخليه وطرح الصوديوم الى الخارج اوكي، وده يدخل البوتاسيوم حتى يرجع الشحنه من البوزيتيف الى النيجاتيف. ما دام البوتاسيوم هو اللي مسيطر والصوديوم ما يدخل الى الخليه، صوديوم قنوات الصوديوم مغلقه ما يسمح للصوديوم بالدخول الى الخليه، اذا راح تكون الخليه في حاله ريست السيطرة للبوتاسيوم وتكون الإشارة نيجاتيف. Action potential in the cell نبدي الآن نفصل الأحداث اللي تصير به. يبدي بالresting stage. الresting stage هي قلنا عليها resting membrane potential before the action potential begin. This the membrane during this stage وقلنا من minus 90 ملي فولت negative membrane potential that is present. قلنا تختلف ناقص 90 ناقص 60 ناقص 70 ولكن يعني بصوره عامه ناخذها الاعلى او الادنى نقول ناقص 90 ملي فولت. Threshold for initiation of action potential. Threshold هي المنطقه اللي يبدا من خلالها الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يخرج. يدخل كميه صوديوم وتخرج بوتاسيوم ولكن عمليه الدخول والخروج تكون قليله بنسب قليله. امتى ما دخل الصوديوم بكميات وافيه او كميات وافره اهلت الى انه يكون الصوديوم هو المسيطر على البوتاسيوم ويغلق قنوات البوتاسيوم نهائي راح يبدي ينطلق ويحدث الاكشن بوتنشال. هاي النقطه يسموها الثري شود او الانيشيشن اوف ذا اكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال ويل نوت اوكر انتل ذا انيشال رايز ان ميمبرين بوتنشال از جريتر انف to get the positive feedback. The number of sodium ion entering the fiber become greater than the number of potassium ion leaving the fiber. عملية دخوله
اكثر من عمليه دخول الصوديوم، اكثر من عمليه خروج البوتاسيوم. اوكي، ذا threshold potential is the critical level to which a membrane potential must be depolarized to initiate an action potential. إذن هي مرحلة حرجة لازم أن تتغير بها الشحنة الكهربائية من النيجاتيف إلى البوزيتيف داخل الخلية حتى يبدي بانطلاق الديبولاريزيشن، يبدي بعملية الكونتراكشن، يبدي بعملية انتقال الأكشن بوتنشيال على استمرار على طول الليف العصبي. الآن حدث انه الثري وصلنا انتقلت من الريست، دخل بالثري شوت، الثري شوت وصلت الى مرحله الانطلاق او التهيج الكامل، الان دخلت في حاله الديبولاريزيشن. في هذه الحاله الديبولاريزيشن هنا ايش راح تكون؟ راح تكون قنوات الصوديوم مفتوحه بصوره كامله، قنوات الصوديوم مفتوحه بصوره كامله وبقيه القنوات مغلقه، فقط السيطره للصوديوم is a change from negative direction toward the positive direction. راح يغير لنا الاتجاه من النيجاتيف الى البوزيتيف because of the sodium enter inside the cell make it less negative and more positive minus 90 الى حد البوزيتيف 35 ملي فولت. يعني بدخول الصوديوم الى الداخل راح يقلب لنا الشحنه داخل الخليه ويغيرها من النيجاتيف الى البوزيتيف ويستمر بالدخول حتى يوصل الكهربائيه بداخل النسيج الى تقريبا بوزيتيف 30 او بوزيتيف 35. بهاي النقطه راح يصير اختلاف، الان راح يتوقف قنوات الصوديوم عن دخول الصوديوم وتنفتح القنوات الاخرى حتى تعيد الخليه الى وضعها. When sodium channel open and more sodium enter the cell and the other channel are closed. إذن عندنا قلنا من مفتح الصوديوم قنوات الصوديوم مفتوحة والصوديوم دي يبدي يدخل، بقية القنوات لح تكون مغلقة حتى تكون السيطرة للصوديوم. الآن وصل للبوزيتيف 35، أريد نرجعها لحالة الرس. الآن راح تنقلب الشغلة، راح تغلق قنوات الصوديوم، تنغلق قنوات الصوديوم is the change from positive direction toward the negative direction because of the more potassium exists outside the cell it's less positive and more negative for positive 35 to minus 90. When potassium channel open and more potassium leave the cell the other channel are closed. Now the cell is back to the origin polarity or resting membrane potential. Now the action potential is end. إذن بهذه المرحلة قنوات الصوديوم راح تنغلق وتنفتح قنوات البوتاسيوم حتى تنعكس بخروج الصوديوم، راح يبدي يسحب مع الشحنه الكهربائيه ويغيرها ويرجع الشحنه الى النيجاتيف داخل الخليه والبوزيتيف خارج الخليه. نبدي بمرحله اذا الريبولاريزيشن. اذا صار عندنا شنو؟ صار عندنا ريستنج ممبرين، ثري شوت، ديبولاريزيشن، ريبولاريزيشن. الهايبربولاريزيشن هي عبارة عن change بالسيل membrane potential that make it more negative. الهايبربولاريزيشن هنا هي عملية دخول أو خروج كميات كبيرة من البوتاسيوم، القنوات البوتاسيوم تظل مفتوحة وتطلع بوتاسيوم بكثرة فتنطي عملية نيجاتيف أكثر من المطلوب أنه يدخل على المستوى الصفر يتجاوزها. Is the opposite of the depolarization. Hyperpolarization is often caused by efflux of potassium through potassium channel or influx of chloride and ion through chloride channel. إذا هنا من خلال هذه الحالة الهايبربولاريزيشن هو الشرح لها أنه زيادة بخروج يعني استمرار بقاء قنوات البوتاسيوم مفتوحة واستمرار خروج البوتاسيوم إلى الخارج راح يخلي الخليه في حاله ريبولاريزيشن مستمر، ريبولاريزيشن مستمر الى ان توصل الى مرحله تنغلق بها قنوات البوتاسيوم، وبالتالي بانغلاق قنوات البوتاسيوم وعدم خروج بعد بوتاسيوم وعدم دخول صوديوم راح يرجع الكيرف يصعد ويرجع الى حاله الريست ممبرين تتحدث بها الخليه انتظارا ببدء عمليه انتظار تحفيز جديد يجي يحفز الـ 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 الخليه او العصب حتى بدا دوره جديده من الاكشن بوتنشال ثري شوت ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن هايبربولاريزيشن وترجع العمليه وهكذا الدوره ترجع من جديد. اذا اريد نلاحظ هذا المثل اللي يصير بالعصب، لاحظوا هنا بالعصب ايش يصير؟ انه الاسم باتجاه تتحرك تنقلب داخل الخليه
ويتجه باتجاه البوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، تبدي هنا استلامها من الدماغ، النقط على طول الليف العصبي اتجهت الى نهايه الليف العصبي اللي هي السينابس اللي راح تتاثر تاثير الى العضله حتى تفرز النيو ترانسميتر وتبدي عمليه التاثير الاخرى. الكلورايد شانل، هنا الكلورايد شانل من فائدتها انه الكلورايد شانل تساعد البوتاسيوم في عمليه استمرار ريبولاريزيشن لفتره اطول. اذا باستمرار قنوات الكلورايد شانل مفتوحه راح تساعد على قنوات البوتاسيوم باخراج البوتاسيوم وعمليه واستمرار عمليه الريبولاريزيشن، عمليه الريست، عمليه الهدوء، عمليه الخمول، خلينا نقول الريلاكسيشن اكثر استمرار لفتره اطول، وتكون السيطره للبوتاسيوم. امتى انغلق ذني القناتين راح يرجع ترجع يرجع الليف الى عمليه الريستنج ممبرين. هنا الترتيب او النشاط اللي ذكرناه اللي هو ديبولاريزيشن 3 شوت. شوف النقطه الاولى للثري شوت هو بدا قلنا قنوات الصوديوم والبوتاسيوم تكون مفتوحه ولكن مو مفتوحه على بصوره صحيحه، دخول وخروج كميات قليله، يوصل الى مرحله الاثنين اللي هو الثري شوت الانتقال الريستنج ممبرين، اثنين الثري شوت الانتقال، الثلاثه اللي هو ديبولاريزيشن، الاربعه الريبولاريزيشن، الخمسه الهايبر بولاريزيشن، ويرجع مرتلخ الى النقطه الاولى الريستنج ممبرين ويرجع بدوره جديده وهكذا. البلاتيو فيز، البلاتيو فيز هو ان مينتينينج ذا بوزيتيف تشارج انسايد ذا سيل. البلاتيو فيز بعض الخلايا، بعض الخلايا القلبيه او الخلايا العضلات المناعه تمتلك هذه الخاصية. هذه الخاصية البلاتيو فيز هي عبارة عن أنه يكون سيطرة لأيون آخر يساعد أيون الصوديوم باستمرار عملية البيبولاريزيشن لفترة أطول، لفترة ومدة أطول، يعطي كونتراكشن أعلى، يساعد الخلية على أداء مهامها. هذا مو موجود في كل الخلايا، موجود في بعض الخلايا بالخلايا السموث مصل او بالكاردياك مصل، نلاحظ وجود عمليه البلاتيو اللي هي وجود العامل المساعد والكالسيوم انتر انسايد ذا سيل اور سو ستيل مور بوزيتيف، يساعد الصوديوم يحافظ على يحافظ على البوزيتيف 35 ويحافظ على عمليه الاكشن بوتيريال لفتره اطول، مثل ما نلاحظ هنا بالرسم البياني انه انطى فتره تايم اكثر حتى يساعد الخليه على اداء عملها. هنا اذا يساعد من يساعد؟ يساعد بهذا الحدوث الكالسيوم اللي يدخل، يساعد الصوديوم بانه يبقى في عمليه ديبولاريزيشن لفتره اطول. اذا هنا معناته عندنا شانلات صوديوم كالسيوم ثانيه تساعد في هذا الاداء. مينتين توت بوزيتيف 35 مثل ما قلنا الكاردياك مصل والكونتراكتد اند البامب بلود تو ذا بودي اور اللنج. وايضا نلاحظها ممكن بالسموث مصل وبعض الخلايا، بعض الخلايا مو كل الخلايا عندها هاي شغله عندها وجود البلاتيو، اي بعض الخلايا حسب عملها اللي تحتاج عمليه كونتراكشن لفتره اطول حتى تؤدي عملها بفتره وزمن اطول. نلاحظ هنا ايضا هاي الصوره الثانيه لعمليه اللي ذكرناها، شلون تدخل هنا التحفيز دخل النقل عن طريق الدماغ عن طريق النص العصب، النقل بنهايه العصب بالسينابس، طرحت النيورو ترانسميتر صار كونتراكشن هكذا الانبلس، النقطه هاي النقاط الزرق النيورو ترانسميتر اللي تروح لنهايه العضلات تنتقل وتروح مرتلخ الدوره جديده وتنعاد وهكذا عمليات الاستمرارية لعمل عمليات التقلص وانبساط تقلص وانبساط للعضلات او للخلايا. Rules of other ion during the action potential. Two other type of ion must be considerable, negative anion and calcium ion. عندنا مساعدات او مثل ما ذكرناها ايونات اخرى تساعد الصوديوم في الحفاظ او الاستمرار في عمليه الاكشن بوتنشال من خلال من 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 مثلها النيجاتيف ان ايون اللي مثلها الكلورايد، وعندنا الكالسيوم ايون. Impermanent negatively charged ion inside the nerve axon. They include the anion of a protein molecule and of many organic phosphate compound, with sulfate compound. هنا اللي
اذا عندنا الان ايون مثل عندنا البروتينات او المركبات السلفا او الكلوريد او الكلورايد ايون او الفوسفات كومباوند هي الان ايون because this ion cannot leave the interior of the axon any deficient of positive ion inside the membrane leave an excess of these هذني الايونات لانه بروتينات كميات البروتينات تكون داخل الخليه عاليه وجود مركبات السلفا موجود مكونات الفوسفات لذلك اي بعمليه دخول البوزيتيف يعني عمليه دخول الصوديوم اذا قل الصوديوم راح تكون السيطره لهذا اني دائما تخلي الخليه في حاله نيجاتيف في حاله ريست في حاله عدم حركه او عدم حدوث اكشن بوتنشال اذا صار نقص بهذني ال 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 بالايونات البوزيتيف انه ما تدخل الخليه تكون السيطره للان ايون او النيجاتيف. نجي على الكالسيوم ايون. الكالسيوم ايون او الكالسيوم بامب ترانسبورت كالسيوم ايون from the interior to the exterior of the cell membrane or into the endoplasmic reticulum of the cell. There are voltage gated calcium channel. These channel are slightly permeable to sodium ion and calcium ion, but their permeability to calcium ion about 1000 مرة أكثر من الصوديوم under normal condition. إذن هذه البامب اللي تساعد في خروج الكالسيوم من الداخل إلى الخارج هذه البامب تكون لها خاصة إنه هي تكون صح للكالسيوم ولكن في نفس الوقت تسمح للصوديوم بالخروج مع الكالسيوم ولكن خروج الصوديوم او خروج الكالسيوم يكون اكثر ويكون هو الطاغي على الصوديوم، الصوديوم يخرج معاه بكميات قليله. بالظروف الفسيولوجيه الطبيعيه. When they open in the response to the stimuli that depolarize the cell membrane, calcium ion flow to the interior of the cell, a major function of the voltage gate to the depolarization phase on the action potential in this in some cell مثل ما ذكرناها بالمحاضرة انه قلنا الكالسيوم دي يساعد الصوديوم اوكي دي يساعد الصوديوم بعملية العمل مالته عندنا voltage gated وعندنا pump البامب نعرفها انه بالعكس بالاتجاه بينما الفولتج جيتد هو دي يدخل مناطق العالية الى الداخل فدي يساعد الصوديوم بدخوله ده يساعد بدخول الصوديوم انه ينطي عمليه كونتراكشن او ديبولاريزيشن عالي هو الكالسيوم اللي يدخل معاه ده ينطي فتره او استمرار اعلى وبالتالي يسيطر عمليه الديبولاريزيشن A major function of the voltage gated calcium ion channel here to contribute to the depolarization phase on the action potential مثل ما ذكرنا انه ده يساعد اهميه الفولتج جيتد كالسيوم هو ده يساعد الصوديوم بعمله ببقاء عمليه الديبولاريزيشن لفتره اطول للخليه Increase permeability of the sodium channel when there is a deficient of the calcium ion. إذا صار عندنا نقص بالكالسيوم ايون صار عندنا نقص بالكالسيوم ايون بأي سبب من الأسباب هنا راح يكون there a deficient of the calcium ion. The sodium channel become activated by a small increase of the membrane potential from its normal very negative level. Therefore the nerve fiber become highly excitable. إذا صار عندنا نقص بالصوديوم إذا صار عفوا إذا صار عندنا نقص بالكالسيوم لأي سبب كان راح يكون الغلبة أو العمل أو السيطرة به للصوديوم دائما الصوديوم راح ينفتح قنوات الصوديوم راح تنفتح وتدخل الصوديوم بكميات كبيرة فدائما نخلي الخلية في حالة اكسايتبل في حالة تهيج ليش هذه الحالة تصير تصير هذه الدورة إنه الكالسيوم وجود الكالسيوم بكميات الطبيعية مع الصوديوم دي يحاول يحفز قنوات الصوديوم انه باتجاه انه تنغلق ما تظل مستمرة الا مفتوحة الى فترة طويلة وبذلك يقلل التهيج اللي دي يصير بالخلية ويحاول يرجعها الى حالة الرست لذلك من دي يصير عندنا نقص بالكالسيوم ايون دي يشوف انه الاستمرار او السيطرة والهيمنة للصوديوم احنا اتفقنا انه ما طول الصوديوم هو دي يدخل إذن معناته الخلية في حالة تهيج مستمر. The calcium ion concentration need to fall only 50% below normal before spontaneous discharge occur in some peripheral nerve. بسبب أن التيتاني هاي عملية إذا انخفض نسبة الصوديوم أقل من 50% راح يظل بالاستمرار في عملية الدسشارج وكمية عند التيتاني اللي هي التيتانوس اللي هو الكونتراكشن والريلاكسيشن بصورة مستمرة.
This is sometimes it can be lethal because of the tetanic contraction of the respiratory muscle. تكون ممكن يكون قاتلة, ممكن يستمر هذا عملية التقلص والانبساط, وبالتالي ما يحصل خاصة في عملية الجهاز التنفسي, وبالتالي ما تحصل على عملية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون صحيح, التبادل ما يصير صحيح, كمية الأكسجين تقل, ثاني أكسيد الكربون يزيد, ماكو تبادل صحيح, وبالتالي ممكن تكون هذه الحالة قاتلة. The probable way in which calcium affects the sodium channel is as a follow. اللي هو اللي ذكرناها, these ions appear to bind to the positive charge of this calcium ion in turn alter the electrical state of the sodium channel protein itself, and this way alternating the voltage level required to open the sodium gate. An electrical concentration can stabilize the membrane by decreasing excitability. إذن وجود الكالسيوم بكمياته الصحيحة دي يساعد في عملية قلة هذا التهيج الإكسايتابل من خلال تأثيره على شحنة الصوديوم جيت أو الصوديوم شانال, إنها دي غير ويحاول إنه يغيرها بإتقال الصوديوم عند وصول إلى مرحلة في 35 ما يتجاوزها وما تبقى بصورة أكثر, وبالتالي ترجع ريستنج برين وريدة وكذا. إذا صار خلل لا هنا بحالة راح يدخل صوديوم هواية, راح يدخل يكون قبل الصوديوم, وبدو ما طول دخول صوديوم راح يكون ديبولاريزيشن سريع, ديبولاريزيشن سريع, وهكذا عملية كونتراكشن ريلاكسيشن تكون دائما الخلية متهيجة ما لها فترة راحة, أو فترة راحة تكون كلش قليلة, وبالتالي ما تأخذ الخلية راحتها وما تأدي وظيفتها بصورة صحيحة. أي سؤال عندكم على المحاضرة هذه؟ إذا أكو شيء واضح أو ما افتهمتوه ممكن نعيده أو نشرحه مرة ثانية. العفو دكتور. نعم. ممكن ترجع سلايد الهايبر بولرايزيشن. الهايبر بولرايزيشن. الهايبر بولرايزيشن. هذا الهايبر بولرايزيشن. الهايبر بولرايزيشن هي الحالة اللي يكون بيها قلنا عملية الريبولرايزيشن تكون بيها البوتاسيوم ده يخرج, قنوات البوتاسيوم مفتوحة ده تخرج حتى تتقلب الشحنة, اتفقنا؟ من ده تفتح نعم دكتور وياك, ما طول قناة البوتاسيوم مفتوحة ده تسوي تقلب الشحنة من البوزيتيف 35 ده تحاول ترجعها الى ماينس 90 او ماينس 70. بقاء هذه القناه مفتوحه لفتره ممكن شويه اطول, تاخذ مده او فتره اطول, تدخل المرحله في عمليه يسموها الهايبر ريبولرايزيشن. الهايبر ريبولرايزيشن اللي هي الهايبر بولرايزيشن. هايبر بولرايزيشن معناها انه الماينس صار اكثر باتجاه اكثر من ناقص 90 او ناقص 70 لفتره قليله, لفترة قليلة, فترة انغلاق, استمرار انغلاق البوتاسيوم حتى تنغلق قناة البوتاسيوم بصورة كاملة, تنغلق قناة البوتاسيوم بصورة كاملة ويبدأ يرجع لحالة الريست. هذه الفترة فترة انغلاق قناة البوتاسيوم تدخل الخلية في حالة هايبر بولرايزيشن, في حالة هايبر بولرايزيشن. أوكي, من تنغلق قناة البوتاسيوم وانغلقت الآن ماكو بعد دخول البوتاسيوم, الآن ترجع الخلية إلى حالة الريست, تبقى في ترجع لوضعها الطبيعي اللي هي تكون داخل الخليه نيجاتيف وخارج الخليه بوزيتيف, ترجع لحاله الماينس 90 او ماينس 70 ملي فولت. واضح؟ واضح دكتور, بس هو الهايبر بولرايزيشن يعني مو دائما يصير, بس اذا كان التحفيز قوي مو الهايبر بولرايزيشن دائما يحدث, هذا حدوثه موجود, هو ذا الحدوث ليش ده يحدث؟ لانه في حاله انه الفردة تأخذها قناة البوتاسيوم بالغلط, هذا ما يحدث الهايبر بولرايزيشن إذا كان أكو حافز ثاني سريع حفز فغير الخلية. أوكي, غير الخلية يكون الحافز أكثر من الحافز الأول, يرجعها باتجاه الثري شوت دي بودرازيشن حتى ترجع دورة جديدة. هنا ممكن مو ما يحدث ولكن الفترة ما تتقل, بس هو حدوثه لازم يحدث الهايبر بودرازيشن لأن هي الفترة اللي تنغلق بيها قناة البوتاسيوم. أوكي, الفترة اللي تنغلق بيها قناة البوتاسيوم. أي تفضلي.
يعني كمل دكتور كمل. هاي الفترة لازم تحدث قلنا لأن هي الفترة اللي تنحدث بها غلق قناة البوتاسيوم. بس أكو سؤال ينطرح، زين الكلور شنو فائدته هنا؟ الكلور، الكلور معظم أدوية المخدرة أو الأدوية التخدير تحاكي قنوات البوتاسيوم، تأثر على تأثر على قنوات الكلورايد. ليش تأثر على قنوات الكلورايد؟ لأنه هنا قناة الكلورايد إذا بقت مفتوحة راح تساعد ببقاء قناة البوتاسيوم مفتوحة، فبالتالي تخلي الخلية دائما في حالة ريبولاريزيشن، في حالة شنو؟ في حالة ريلاكسيشن. هنا في بعض الأدوية دي نستخدمها بالمخدرة حاكي قنوات الكلورايد، قناة الكلورايد دي يساعد يأثر على قناة البوتاسيوم يبقيها مفتوحة حتى ينطيها فترة ريلاكسيشن أعلى، وبالتالي اللي هي فترة بقاء الدواء داخل الجسم إلى حين انتهاء فترة العملية. من ينتهي الدواء تأثيره، انتهى تأثيره على قناة الكلور، رجعت الخلية إلى برمجتها القديمة أنه بدل قناة البوتاسيوم تنغلق، انغلقت قناة البوتاسيوم رجعت للريت حتى نرجع احنا نسوي الاستفاقة ويرجع المريض يستفيق، في حالة أيضا نرجع كونتراكشن ريلاكسيشن ترجع الوضعية طبيعية. واضح؟ خلاص دكتور مشكور. اوكي اكو سؤال ثاني شباب؟ ماكو سؤال، اذا ننتقل الى محاضرة جديدة اللي هي السيل فانكشن اند السيل ريبرودكشن. السيل فانكشن and the cell reproduction. بس خليني نشوف العرض ينفتح عندكم. طلاب اوكي موجودين؟ نعم دكتور. خو ما تعبانين اليوم؟ لا والله دكتور كلش تعبانين. الله يعينكم الله يعينكم. يلا ان شاء الله هاي ناخذ جزء من عدها، يعني نحاول ما نكملها بس في جزء بسيط. سيلف محاضرة، فالمحاضرة اختصرناها لأبعد الحدود، راح نحاكي هنا بهذه المحاضرة عملية التطور، الانقسامات اللي يصير داخل الخلية، مراحلها، الاستنساخ أو اللي يصير بالنسبة للدي ان اي والار ان اي وشون السيطرة إله، عملية الابوبتوسيس اللي يصير للخلية اللي يسموه الموت المبرمج للخلية، يعني الخلية انتهت عملها، ما لها بعد ما لها وظيفة، شاخت كبرت، فتحاول انه تنتهي الخلية حتى تعوض بخلية جديدة يسموها بالبروغرام سيل ديث أو الابوبتوسيس. شنو فرق الابوبتوسيس عن النيكروسيس؟ شنو فرق الابوبتوسيس عن الكانسر سيل؟ هاي ان شاء الله محاضرة يعني اختصرناها او تكون يعني حاولنا تكون بسيطة يا صح، يعني يمكن شوي هسه تشوفوها انتم 37 سلايد تقريبا، بس هي كسلايدات يعني بها صور هواية، بس كبي دي اف تكون يعني مو بهالكبر هذا. نبدي بالسير فانكشن اند سير برودكشن. Everyone يعرف أو معروف لدى الجميع أنه الجين located in the nuclei of the cell، مثل ما قلنا أنه الـ DNA موجود بالنيوكلياس. الـ DNA معناته هو المسؤول عن انتقال الصفات أو الوحدات الوراثية كلها من جيل إلى جيل، تنتقل الصفات الوراثية من أبوك إلك، من عندك إلى أبنائك، من أبنائك إلى أبناء أبنائهم، وهكذا تبقى هذه الصفات الوراثية متوارثة وتنقل بالتكاثر وتبقى محافظة عليها. ولكن لا يخفى على، ولكن لابد أن نعرف أنه مو فقط أنه هذا الانتقال يحدث أثناء عملية يعني انقسام الـ DNA وتكاثره يحدث فقط في عملية الانقسام أو التزاوج أو في عملية فقط أنه كبر الخلية وغيرها، لا، ممكن يحدث هذا الانقسام يوميا،
يوميا لتجدد خلايا مستمرة، مثل عندنا خلايا الجهاز الهضمي خاصة خلايا الأمعاء، احنا في بعض الأحيان خلايا الأمعاء تتجدد بصورة مستمرة حتى تنتهي الخلية القديمة وتحدد معها خلية جديدة، خلية تعرض الى 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 ضرب او ديفكت او كذا تحتاج تتبدل بخلية جديدة، لازم يصير تبادل ويصير نشاط ويصير تنشط خلية جديدة وهكذا. اذا عملية التكاثر هي مو فقط المعروفة على التكاثر خلال الانقسامات وانتقال الصفات الوراثية من الآب إلى الأبناء، ولكن التكاثر أيضا إلى علاقة بالأمور والوظائف اليومية للخلية اللي تحدث الخلية من عمليات موت أو ديفكت أو ضرر أو كذا حتى تعوضها بخلايا وأمور جديدة. الجين اللي هو الدي ان اي مثل ما نلاحظ هنا موجود قلنا بالنيوكلياس راح يستنسخ أو يخرج من الدي ان اي ويستخرج ما يسمى بالآر ان اي اللي هو عبارة عن حامل صفات أو معلومات وراثية من الدي ان اي. الار ان اي وظيفته هنا الأساس هو بعملية تكوين بروتينات اللي تحتاجها الخلايا أو عملية خلايا الجسم اللي راح يكون البروتين فورميشن. البروتين راح يدخل أما في تكوين السيل ستراكشر تركيب الخلية أو يدخل في تكوين السيل انزيم انزيمات الخلية. بالتالي السيل ستراكشر أو السيل انزيم تتحد حتى تكون وظيفة السيل فانكشن. إذن الدي ان اي الجين اللي يكون بالنيوكلياس راح يستنسخ من عنده يسمى يكون لنا الار ان اي. الار ان اي اللي يستنسخ له راح يبدا بصنع البروتينات اللي تحتاجها الخلايا الجسم كلها، راح يكون اما سيل ستراكشر او يكون السيل انزيم تجتمع مع بعضها حتى تؤدي الى السيل فانكشن. بدايه البروسيس اوف ترانسكريبشن، بدايه الترانسكريبشن نحفظها وتفهموها، ومن تسمع مصطلح ترانسكريبشن هي عمليه عن استنساخ الار ان اي من الدي ان اي، لان راح نلاحظ عمليه الدي ان اي يسموها ريبليكيشن، بينما الترانسكريبشن هي عمليه استنساخ الار ان اي من الدي ان اي. اوكي، الدي ان اي از لوكيتد ان ذا نيوكلياس اوف ذا سيل. معظم الخلايا most of the function of the cell are carried out in the cytoplasm. There must be some means of the for the DNA gene of the nucleus to control the chemical reaction of the cytoplasm. احنا نعرف انه الدي ان اي هو مشغوله مكانه بالنيوكلياس، لذلك حتى تنتقل المعلومات الدي ان اي ما يطلع لخارج النيوكلياس، لا الدي ان اي محفوظ بالنيوكلياس حتى ينقل هذه المعلومات وينقلها للعمل الى كل الخليه، تنقل للسيتوبلازم راح تنقل عن طريق ما يسمى الار ان اي. This is achieved through the intermediate of another type of neural RNA, the formation of which is controlled by the DNA of the nucleus. The code is transferred to the RNA. This process is called a transcription. إذن transcription بصورة سهلة هي عملية استنساخ الـ RNA من الـ DNA. ليش استنسخ الـ RNA من الـ DNA؟ حتى ده يحمل معلومات وراثية خاصة من الـ DNA الأم أو الأساس، ده ينقلها إلى كل خلايا الجسم، لأن الـ DNA ما يطلع خارج النواة، الـ DNA دائما محفوظ بداخل النواة، حتى ينقل ما يؤدي العمل بصورة مستمرة لكل خلايا الجسم. راح يكون العامل المساعد به هو الـ RNA. الـ RNA راح يبدي يكون بروتينات، بروتينات الخلية وبروتينات الأنزيمات وغيرها، وبالتالي تجتمع حتى تؤدي لنا cell function. عملية إفراز الـ RNA ما نريد تدخلون بها بصورة معقدة وشون شده يصير وشون تبادل وشون تربط القواعد النيتروجينية مع بعضها البعض وتربط بشكل أواصرها فوسفاتية وكذا، اختصرناها بصورة سهلة وبسيطة اللي هي synthesis of the RNA. خلال عملية فرز الـ RNA عندنا two strand of the DNA molecule separate temporarily. One of these strands is used as a template for synthesis of an RNA molecule. تخيلها. DNA حتى يبدي يفرز RNA راح يجي إلى عامل محفز يدخل. العامل المحفز طبعا هنا DNA يكون داخل النواة أيضا سابح بسائل خاص داخل النواة يسموه السيتوبلازم النيوكليوبلازم. هنا راح يجي فد بروتين او بوليمرز خاص يسموه بصوره سهله حتى تفهمها بصوره سهله، يجي ما يسمى الار ان اي بوليمريز. الار ان اي بوليمريز هذا من حيجي عندنا متفقين احنا الدي ان اي قلنا بشكل يكون هيليكس، يكون بشكل تو ستران ملتفه مع واحده على ملتفه واحده
على الثانية مشكلة شكل هيليكس أثناء عملية التكاثر أو التزاوج أو العملية يعني تكوين الـ RNA، هذا الهيليكس راح ينفصل يرجع يكون بشكل 2 ستراند، واحدة من الستراند اللي هي مالت الـ DNA راح تنفصل عن الأخرى. هاي الستراند اللي انفصلت راح تكون كأساس أو الخام الأساسي اللي يدي يستنسخ RNA من الـ DNA. أوكي، يبدي يستنسخ RNA من الـ DNA بمنطقة خاصة يتعرف عليها، لها ريسبترات خاصة على الـ DNA. يبدي يستنسخ الـ RNA، بعد ما يستنسخ الـ RNA راح يغادر النواة ويطلع إلى السيتوبلازم حتى يؤدي عمله. The code triplet and the DNA cause formation of the complementary code triplet سموه الكودون. الكودون هو المنطقة اللي راح يجي عليها الـ RNA بوليمريز يرتبط. كودون will control the sequence of amino acid in a protein to be synthesized in the cell cytoplasm. إذن الكودون هو راح يبدي منطقة السيطرة، يطلع من عندها البروتين، يعني يطلع من عندها الـ RNA اللي يخلق هذا البروتين داخل السيتوبلازم. The basic block of the RNA عندنا اختلاف الشجر RNA عن DNA انه بالشجر الدوكسيرايبوز is not used information of RNA، راح يستخدم من مداله another sugar of 30 different compounds from الرايبوز. اذا الدوكسيرايبوز هو يكون شجر خاص بالDNA، الرايبوز هو خاص بالRNA. containing an extra hydroxyl ion appended to the ribose ring structure، ويستبدل قاعده نيتروجينيه اللي هي الثايمين بدل اليوراسيل. اصلا انتم هاي يعني ماخذيها ادينين جوانين، ثايمين يوراسيل، ثايمين سيتوسيل وغيرها. هذين القواعد النيتروجينيه تختلف، يختلف الادينين جوانين ثابته، الثايمين يختلف بالار ان اي عن الدي ان اي انه يستبدل باليوراسيل بدل الثايمين اللي يكون بالار ان اي. Formation of RNA nucleotide. The basic building block of RNA form. RNA nucleotide are contain القواعد النيتروجينية المهمة اللي هي الأدينين جوانين، سيتوسين يوراسيل. سيتوسين يوراسيل لح يكون بالRNA، يستبدل بدل اليوراسيل بالسيتوسين ثايمين، بدل اليوراسيل بالDNA. ويستبدل الشجر بالDNA يكون الدوكسيرايبوز، بينما بالRNA يكون الرايبوز شجر. Activation of the RNA nucleotide. The next step in the synthesis of RNA is activation of the RNA nucleotide by the an enzyme يسموه RNA polymerase. This occur by adding to each nucleotide 2 extra phosphate radical to form triphosphates. These last 2 phosphate are combined with the nucleotide by high energy phosphate bound drive from ATP in the cell. هنا هاي عملية تحرك الـ RNA polymerase حتى يسوين عملية تنشيط واستنساخ الـ RNA من الـ DNA وحضور هذه ويسوي عملية ترابل بهاي القواعد النيتروجينية الأدينين الجوانين سيتوسين اليوراسيل، راح يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى طاقة كلش عالية يستخدمها الـ ATP اللي تكون في داخل الخلية. الRNA الآن راح يتكون، عندنا 4 أنواع مهمة بتكوين من الRNA، وممكن أكثر من الأربع أنواع، ولكن المهمة اللي هي يعني بالمتعارفة أو بالشغل بالعمل الطبي، ولكن أكو أنواع أخرى ولكن نسبتها وكمياتها تكون قليلة. المهمة عندنا المنجر الترانسفيرز والربوسومال وما يسمى بالمايكرو RNA، ما يسمى بالمايكرو RNA. المسنجر RNA هو هذا المهم which carries the genetic code to the cytoplasm for controlling the of protein format. إذن RNA messenger راح يحمل المعلومات الوراثية أو المعلومات الخاصة بتكوين البروتين. Transverse RNA راح يحملنا transverse RNA to be used as a simple link to the protein molecule. هنا الترانسفيرس ار ان اي راح يجيب الحوامض الامينيه اللي تكون موجوده الى الرايبوسوم، الحوامض الاحماض الامينيه المناسبه اللي بداخل ينقلها للرايبوسوم بمساعده الار مسنجر ار ان اي حتى يبدون يخلقون البروتين.
الريبوسومال ار ان اي which along with about 75 different protein form ribosomes the physical and chemical structure on which protein molecule are actually assembled. هنا الريبوسومال ار ان اي راح يبدي يربط هذه القواعد او الحوامض العفو القواعد الامينيه مع بعضها البعض حتى ينطينا البروتين المطلوب. تقريبا يمتلك الريبوسوم, طبعا الريبوسوم هو المصنع اللي ينصنع به البروتين. الريبوسوم الماتشور ريبوسوم اللي يكون داخل الخلية هو عبارة عن المصنع الخاص بصنع البروتينات الجسم كلها, خلايا الجسم كلها. الريبوسوم RNA راح يحتوي على تقريبا أو معلومات وراثية خاصة ل 75 نوع من البروتينات اللي تستحتاجها الخلية. المايكرو آر إن إيه هذا which are a single strand, هو عبارة عن strand مفردة صغيرة تقريبا من 21 إلى 23 نيوكليوتايد, يعني بها قواعد نيتروجينية كلش صغيرة, that can regulate gene transcription and translation. المايكرو آر إن إيه بالتجارب الجديدة أو الحديثة وجدوا أنه بالسيطرة على المايكرو آر إن إيه أو محاكاة المايكرو آر إن إيه ده تقلل من عمليات الجين اكسبريشن اللي تحدث داخل الخليه, فبالتالي يسوي عمليه تنظيم للترانسكريبشن والترانسليشن. الترانسكريبشن والترانسليشن اللي تحدث للخليه من استنساخ الار ان اي والدي ان اي داخل الخليه. لذلك المايكرو ار ان اي مثل ما قلنا طبعا عمليه تكوينه واستنساخه فشيء يعني معقد ومطول. المايكرو ار ان اي هو الاساس عمله او اساس وظيفته هو يسوي لنا صند أو سيطرة على الجين إكسبريشن, سيطرة على الجين ترانسكريبشن والجين وترانسليشن. ملاحظة مهمة تفهمها وتحفظها, البروتين يتكون بالسيتوبلازم of the cell but not in the nucleus because the nucleus does not contain mature ribosome. ليش البروتين يتكون بالسيتوبلازم لازم ما تتميتك داخل النيوكليوس, مثل ما قلنا انه الدي ان اي يطلع من عنده ار ان اي بس ما يبقى بالنيوكليوس, لا يطلع يغادر الى السيتوبلازم الخليه لانه بداخل النيوكليوس ما موجود رايبوسوم ماتشور رايبوسوم. احنا قلنا الرايبوسوم هو عباره عن مصنع تلتقي به الماسنجر والترانسفيرس والرايبوسوم حتى يعطيه معلومات وينقلها ويربط احماض امينيه مع بعض البعض حتى يعطيك بروتين مطلوب, بروتين معين, البروتين الخاص لجزء معين. فبالتالي عملية صنع البروتينات هي تكون داخل الريبوسوم اللي يكون الريبوسوم أو الماتشور ريبوسوم دائما متواجد في سيتوبلازم الخلية. والشباب تمام لو شوية الأمور خربطت عندكم قول مو قلت لك المايكرو ار ان اي دراسات عليه حاليا دراسات جينيه. المايكرو ار ان اي هو يحاكوه الان او يستفادوا من عنده في تقليل عمليه الجين اكسبريشن, يعني عمليات الطفرات وغيرها اللي تصير داخل الجسم او عمليات اللي الاختلافات بالمعلومات الوراثيه داخل الخلايا حتى ما يصير في مشكله بالخليه او يحدثون مشكله بالخليه هي عن طريق المايكرو ار ان اي. المايكرو ار ان اي ده يسوينا ريجوليت او ريجوليشن للجين ترانسكريبشن وترانسليشن. اذا صارت خربطه او قلب هذا المايكرو راح تحدث الامور الثانيه الداخليه اللي هي تحدث الميوتيشن او الطفرات او المشاكل الخلويه. فهمت علي؟ المايكرو ار ان اي رغم انه ستراند صغير ولكن وجدوا بالدراسات انه يستفادوا من عنده يقلون الجين اكسبريشن, يعني يسوون ريجوليشن او ريجوليت للجين ترانسكريبشن والترانسليشن. واضح؟ ما له علاقه ما له علاقه بالبروتينات, ما له علاقه انه مثل الماسنجر ار ان اي يجيب معلومات والرايبوسوم يجيب معلومات الرايبوسوم ويربط واحد يربط, لا هذاك شغلته ده يقلل الجين اكسبريشن يدخل ايضا بالبروتينات بس مو مثل الماسنجر ار ان اي اللي هو خلينا نقول المراسل اللي يحمل المعلومات كلها. هذا ده يجي ينظم
انه انت ايه ارتبط هنا انت اوكي ممكن اسوي لك فد مشكله تصير بها طفره او غيرها. هنا بداوا يحاكون هذا النوع من الار ان اي اللي يسموه المايكرو ار ان اي، عمليه تكوينه وخلقه ودخوله فد عمليه معقده، يدخل يتكون ماتشو بعدين يصير ماتشو، يعني فد شيء مطول احنا ما تدخلون به بعمق لان انتم مو شغلكم، يعني مو شغلك الهندسه الوراثيه، شغله الهندسه الوراثيه تدخلون بهذا العمق اكثر من اللازم. انت بس نفهم شغله واحده انه انت عندك اربع انواع: الماسنجر ار ان اي، الترانسفيرس ار ان اي، والرايبوسومال ار ان اي، وعندك نوع رابع اللي هو يسموه المايكرو ار ان اي. هذا المايكرو هذا علاقة بعملية جين إكسبريشن، ينظم عملية جين إكسبريشن، يقلل الجين إكسبريشن، ما يخلي يصير مشكلة وحدوث طفرات داخل الخلية من خلال تنظيمها للترانسكريبشن وترانسليشن. واضح؟ عندنا الكنترول اوف انتراسيلولار فانكشن باي انزيم. حتى تتم هذه صراحة عمليات بداخل الجسم ككل احنا نحتاج الى ما يسمى انزيم انهيبيشن وانزيم اكتيفيشن، او انزيم اكتيف انهيبيترز وانزيم اكتيفيترز. حتى تؤدي العمليات دائما خلايا الجسم تحتاج الى محفز ينشط، وبنفس الوقت تحتاج الى مثبط حتى لا يخلي التحفيز مستمر. يعني اذا بقى التحفيز مستمر ممكن يدينا فد عمليه احنا ما مرغوب بيها، يعني فرضا تكوين عمليه خلينا نقول بروتين معين يوصل الى مرحله معينه ولازم يتوقف، ما يستمر تكوين قناه صوديوم بكبر اكبر من حجمها، لا لازم توصل لكون قناه صوديوم بهذا الحجم بهذا التركيز بهذه الكميه على السيل ممبرين، ما يخليها تكون اكثر من المطلوب، يعني اذا تكونت اكثر من المطلوب راح تكون ضاره للخليه. فايش نحتاج؟ نحتاج انزيم انهب اكتيفيتر، ونحتاج بنفس الوقت الى انزيم انهبيتر. الانزيم اكتيفيتر ينشط عمليه البناء، والإنزيم إنهيبيتر يوصل للمرحلة المطلوبة أو للنقطة المطلوبة من البناء ويوقف، يقول له خلاص توقف، يوقف عملية البناء، يبدأ عملية جديدة وما تحتاج الخلية. أوكي. In addition to control of the cell function by genetic regulation, some cell activators are controlled by intracellular enzyme inhibition أو الإنزيم activator. دكتور دكتور راح الصوت. استغرق في 5 دقائق على ما يبدو.
شباب انقطع النت ورجع وياي وياك دكتور وياي. يعني فهمت اللي قلت على الانزيم انهيبيشن لو احتاج اعيده؟ وصلنا لحد الانزيم دكتور مال الانهيبيشنز والاكتيفيتورز. يعني الانزيم انهيبيشن ما سمعتوا اللي حكيت عليه دكتور؟ شرحت قلت انه لازم اكتف لازم اكون انهيبيترز. خل نعيدها نعيدها. الانزيم انهيبيشن بصوره سريعه، الانزيم انهيبيشن معظم العمليات. نعم دكتور ماكو عرض. ماكو طلاب؟ ألو؟ العرض ظهر؟ العرض ظهر عندكم لو هم بعد الجروبين؟ موجود دكتور. أكو جروب يمكن؟ أكو جروب مدى يظهر عنده يمكن؟ أكو جروب مدى يظهر عنده؟ هسه واضح شباب الجروب الثاني؟ تمام. اذا نكمل الانزيم انهيبيشن. مثل ما قلنا الانزيم انهيبيشن هي دكتور ماكو صوت. دكتور احمد صوت ماك. شباب وياي رجع الاتصال. نعم دكتور. نعم دكتور.
عرض رجع واضح؟ نعم. اذا شباب الانزيم انهبيشن مثل ما قلنا انه دا ياثر على بدايه التكوين وليس على السبسيكونس اثناء التكوين، لا احنا لازم نقطع البدايه من الاساس عمليه مثل التكوين، فرضا قلنا الاي تي بي نقطعها من البدايه وليس اثناء فتره التكوين. اذا الانزيم انهبيشن ممكن بصوره بسيطه انه عباره عن نيجاتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك كنترول، اذا تتذكروها من المحاضرات الاولى من قلنا النيجاتيف فيدباك يسيطر على الوضع، ترجعه انه وصل للاستقرار الوضع بعد ما يكون داعي الى عمليه تهيج او تحفيز قوي فتوقف عمليه التحفيز وتنهي الموضوع. اذا تعتبر الانزيم انهبيشن كنيجاتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك كنترول. نجي للانزيم اكتيفيشن، الانزيم اكتيفيشن راح يكون عكس الانهبيشن انه يتنشط الماده، تتنشط الماده حتى تتكون. انزيم ذات ار نورمالي ان اكتيف اوفن كان بي اكتيفيتد وين نيدد، اذا تكون تكون غير نشطه راح تكون نشطه عند الحاجه لها. ناخذ مثال على ذلك مثل تكوين الاي تي بي هاز بين ديبليتد ان ذا سيل ان ا سيل، يجي عندنا السايكليك اي ام بي يتكون من تكوين برودكت اوف ذا اي تي بي is there immediately activated the glycogen splitting enzyme phosphorylase replicating glucose molecule metabolized and their energy used for replacement of the ATP store. هنا الATP استخدمت خلاص بعد ماكو ATP نحتاج الى ATP جديدة، من راح يساعدها؟ راح يجي يساعد السايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي اللي يكون داخل الخلايا راح ينشط عملية يسوي ابريكيشن واكتيفيشن glycogen splitting انزيم ويسوي عملية فسفرة وللجلوكوز واللايكوجين، حتى من يسوي عملية فسفرة للجلوكوز زي ينطي يسوي عملية تنشيط للاي تي بي الموجودة بداخل هاي العملية بداخل الجلوكوز او الجلايكوجين ويرجع الستور مالت الاي تي بي نشط اينما يحتاج، تحتاج خلية تكون موجود. مثال ثاني عندنا عملية البايريميدين انهبيتر ذير اون انزيم بات اكتيفيتد ذا بيورين انزيم، عملية التكوينات اللي تكون بالبايريميدين والبيورين انزيم يعني اثناء عملية التكاثر الجيني بداخل الخلايا من عملية تنشيط للدي ان اي والار ان اي، هذا اني ايضا عمليات تحتاج الى تنشيط في نقطة معينة اثناء يعني خلصت المادة القاعدة المادة النيتروجينية وتحتاج الى عملية استمرار بعملية ربط بايريميدين بيورين، فتدخل انزيمات البايريميدين والبيورين انزيم مع بعض حتى تنشط عملية عملية السلسلة الوراثية والاستنساخ واستمرار عملية التكوين. إذا نلخصها هاي المرحلة، إذا نلخص هذا الكلام نقول there are two principal methods by which cell control a proper preparation and proper quantities. عمليتين مهمة للسيطرة على الـ proper preparation والـ proper quantities اللي هي mechanism of genetic regulation و mechanism of enzyme regulation. انت من سيطرنا على الـ regulation على الـ genetic regulation بوجود الـ enzyme regulation راح تستمر العملية، راح تستمر الخلية بأداء عملها بصورة صحيحة. The gene can be either activated or inhibited. The enzyme system can be either activated or inhibited. من تنشط الانزيم راح ينشط السيستم، الجين تنشط او يبط راح ياثر على على الانزيم سيستم يكون ايضا تنشط او يثبط وبالتالي تتؤدي العمليه. These regulatory mechanism must often function of feedback control system that continually monitor the cell's biochemical composition and make correction as needed. يعني شنو المطلوب، شنو اللي هذا يصير بها بعمليه الجينيتك ريجوليشن والانزيم ريجوليشن؟ هي عباره عن مونيتور مراقب في التلفزيون او كاميرا مراقبه داخل الخلايا على ده يحدث بها، واينما تحتاج تصحيح واينما تحتاج تعديل في نقطه معينه او تعديل وترتيب في نقطه معينه ده يؤديها حتى يمنع حدوث اي خطا او اي مشكله في ذلك المكان. عندنا اللايف سايكل اوف ذا سيل، اللايف سايكل اوف ذا سيل هي عباره عن تكوين او انتقال الخلايا من اللايف سايكل اوف ذا سيل از ذا بيريد فروم سيل ريبرودكشن تو ذا سيل تو ذا نيكست سيل ريبرودكشن. هي عمليه اللايف سايكل هي عمليه التكوين، بدايه التكوين من خليه اولى الى خليه تكوين خليه ثانيه، يعني من الخليه الام
الى الخليه الدوتر. عمليه تكوين خليتين هذه هذه الفتره يسموها باللايف سايكل. اذا اللايف سايكل هي الفتره ما بين بدايه التكوين الى خلق الخليه او تكوين الخليه الجديده. اذا هي the period from cell reproduction to the next cell reproduction. من تكوين خليه من تكاثر خليه الى بدايه تكاثر خليه جديده. اوكي، هذه العملية أو اللايف سايكل تقريبا تأخذ لها فترة الجسم من 10 إلى 30 ساعة حدوث هذا التكاثر باختلاف الخلايا. بعض الخلايا تكون سريعة ضمن 10 ساعات أو أقل، بعض تستمر فترات طويلة، وبعضها أصلا تتكون أثناء عملية الفترة الجنينية وتتوقف بعد ما يصير لها تكاثر. Series of distance physical event تدعى بالميتوسيس that cause division of the cell into two new daughter cell. إذن الميتوسيس، هي عملية الانقسام أو الانشطار الثنائي للخلية اللي تكون لنا two daughter cell اللي تكون مشابهة للخلية الأم. Different cell of the body have life cycle period that vary from little as 10 ساعات إلى highly stimulated bone marrow cell to an integral life stream of the human body for most nerve cell. بعض الخلايا مثل ما قلنا تتزاوج بفترات سريعة أو فترات زمنية سريعة، مثل البون مورو، مثل البون مورو اللي هي هاي الاستيميليتد بون مورو تحتاج إلى عملية تكوين سريع، وبعضها تكون بالإنتر لايف أوف ذا هيومن بادي أوف ذا ماست نيرف سيل. النيرف سيل تتكاثر أحيانا فقط في عمليات يعني أثناء التكوين الجيني او التكوين الخليه. من يصير بها فد مشكله صعبه ترجع يتكون او يبني عصب جديد مثل البون مورو. لا دائما يتكون، يعني من يسحب بون مورو وزرع مثلا من ياخذ البون مورو من الاب وينطيه الى الابن يلاحظ اكو عمليه تكاثر وتزاوج يتكون، يعني هي هايلي ستيميوليتد، بينما بالنيرف لا تكون ضعيفه فقط اثناء الحياه الجنينيه. اذا عمليه التكاثر والتبادل تختلف مثل ما قلنا، ممكن تستمر من 10 الى 30 ساعه وممكن ايضا تتوقف تكون فقط اثناء اللايف انتاير لايف لايف تايم اوف ذا هيومن بودي. عمليه الريبرودكشن تبدا بالنيوكلياس بدايه نفسها. ليش بالنيوكلياس؟ يعني قلنا النيوكلياس هي تحتوي على دي ان اي اللي هو يكون حاوي على كل صفاتك الوراثيه وكل المعلومات الجينيه وكل المعلومات الخاصه في عمليه التكاثر والتزاوج وعمليه الانقسام والانشطار وغيرها. The first step is replication or duplication of all DNA in the chromosome. After this has occurred, can mitosis take place? The DNA begin to the duplicated some 5 الى 10 ساعات before mitosis and this completed in 4 الى 4 to 8 hours after replication of the DNA. There is another period 1 الى 2 hours before mitosis began approximately mitotic process. إذن عملية الخلية الآن راح تبدي تتكاثر تتنشط حتى تكون خلية جديدة، مشابهة للخلية الأم. هاي الفترة راح يحتاج بها الدي ان اي انه يصير عملية استنساخ، يصير بعملية ريبليكيشن استنساخ، خاص من الدي ان اي. الدي ان اي الاساس يسوي دي ان اي جديدة حتى ينطيها الى خلية جديدة. هذه الفترة راح ياخذ بها فترة الدي ان اي بالانقسامات قبل عملية بدء عملية الميتوسيس. قبل عملية الميتوسيس تقريبا من 5 الى 10 ساعات أو ممكن أن تخلص من 4 إلى 8 ساعات أيضا باختلاف الخلايا ونوعيتها. بعد ما صار التكاثر للدي ان اي ياخذ بفترة ثانية، فترة راحة أو فترة الجمع أو فترة الباكج للدي ان اي قبل ما تبدي الميتوسيس تقريبا من ساعة إلى ساعتين قبل ما تبدي عملية الميتوسيس الانقسام بصورة تامة. الدي ان اي أو الريليكيشن مثل ما قلنا، من تسمع دي ان اي الترانسكريبشن خطأ، الدي ان اي هو ريبليكيشن، بينما الدي الار ان اي هو عبارة عن الترانسكريبشن. الار ان اي يستنسخ من الدي ان اي، بينما الدي ان اي يستنسخ هو نفسه بنفسه. الدي ان اي من المعلومات يعني شرح سريع قبل ما ندخل بهذه النقاط مهمة، الدي ان اي يستنسخ كله التو سترند
التو ستريند تنفصل وتستنسخ التو ستريند كلها من بدايتها الى نهايتها حتى تاخذ كل المعلومات وتنقل لخليه جديده. بينما الار ان اي ما يستنسخ التو دي ان اي سيجمنت، ده يستخدم سنجل ستراند من الدي ان اي ويستنسخ جزء من عدها اللي يحاول على المعلومات المطلوبه وينفصل، عكس الدي ان اي اللي هو يستنسخ ككل ستراند من بدايتها الى نهايتها. DNA is replicated in much the same way that RNA is transcribed in sequence to DNA except for a few important differences. الفروقات المهمة شنو؟ إنه both strands of the DNA in each chromosome are replicated not simply one of them. يعني بالDNA التو strand اللي انفصلت تستنسخ ذن اثنيناتن يستنسخن. الستراند الأولى والستراند الثانية تستنسخ اثنيناتن من البداية إلى النهاية. بينما بالآر إن إيه ما يستنسخ التو ستراند، يأخذ ستراند واحدة يعتبرها كأساس تيمبلت إله ويستنسخ جزء من عدها. Both entire strand of the DNA helix are replicated from end to end rather than a small portion of them as occur in the transcription of RNA. مثل ما قلنا الDNA يستنسخ من البداية إلى النهاية، الستراند يبدأ يأخذها من بدايتها إلى نهايتها، بينما الRNA ما يستنسخ من البداية إلى النهاية، يجي على منطقة محددة الكودون يجي يرتبط بها ويستنسخ لفترة قليلة، يستنسخ جزء من عدها وينفصل. The principal enzyme for replication DNA are a complex of multiple enzymes called DNA polymerase, which is comparable to RNA polymerase. يعني DNA polymerase هو عبارة عن البروتين الأساس اللي يبدي يتحرك على strand DNA من بدايته إلى نهايته يكون a new strand. بينما بالRNA يجي الRNA بوليمريز يجي منطقة الكودون يرتبط حتى ده يبدي يستنسخ جزء من جزء من ستراند الدي ان اي وحدة ومو يستنسخها كلها، يوصل الى منطقة ويفصل. اوكي الدي ان اي يمتلك صفة او يسموها ما تسمى بالدي ان اي ريبير او DNA proof reading. DNA repair أو DNA proof reading طبيعيا normally أثناء استنساخ DNA polymerase إلى الستراند مادة DNA راح يبدي تتكون، يبدي يربط حتى يكون معلومات، يبدي يربط القواعد النيتروجينية مع بعض البعض تكون ستراند جديدة. لو شاء أنه أكو خلل صار بعملية الربط وأكو صارت مشكلة أثناء عملية تكوين الستراند الجديدة، راح يبدي تتدخل بروتينات خاصة يسموها بروتينات الإصلاح تبدي تصلح هذا الخطأ وترجع عملية الربط من جديد حتى تنهي عملية، حتى تكون عملية تكوين دي ان اي سترين صحيحة وما تصير بها مشكلة، ما تصير بها ميوتيشن، ما تصير بها اي خلل، ويتكون دي ان اي جديد ستران ما دي ان اي جديد مشابه الى الاساس ومشابه الى الستراند الاب وما بي اي مشكله وتنتهي عمليه التكوين. هذه العمليه يسموها بالبروف ريدنج او دي ان اي بروف ريدنج. اذا هي عباره خلال ذا ديورينج ذا اورز اور بتوين دي ان اي ريبليكيشن اند ذا بيجينينج اوف ذا مايتوسيس ذير از ا بيريود اوف فيري اكتيف ريبير اند بروف ريدنج اوف ذا دي ان اي ستراند وير اوف ان ابروبريت دي ان اي نيوكليوتايد هاف بين ماتشد اب وذ ذا نيوكليوتايد اوف ذا اوريجينال تمبلت ستراند. اكو نيوكليوتايد غير مناسبه تشخصت انها ما تكون مناسبه مع الاوريجينال تمبلت ستراند، سبيشال انزيم راح تتدخل سو انها كات اوت اوف ذا ديفكت اريا اند ريبليس ذير وذ ذا ابروبريت كومبلمنتري نيوكليوتايد. This achieved by the same DNA polymerase DNA ligase that are used in replication. This repair process is referred to DNA proof reading. اذا DNA proof reading هي عمليه تصحيح او اصلاح لاي اي ديفكت او اي مشكله تحدث اثناء عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. الميوتيشن الان مصطلح الميوتيشن انه مشكله صارت احد راح يصير ميوتيشن. When a mistake is made this is called mutation. The mutation causes formation of some abnormal protein in the cell rather than an needed protein. ممكن تكون مع الـ RNA تكون بروتين، البروتين اللي تكون ما مرغوب به صار مشكلة بالخلية إذا سبب طفرة.
often leading abnormal cellular function and sometimes even a cell death. ممكن يستمر انه يخلي الخلية عايشة ولكن تكون يكون عملها يكون غير صحيح، ما تبدأ عملها بصورة صحيحة، او ممكن تؤدي الى موت الخلية. Each human genome is represented by two separated set of chromosomes with almost identical gene. Therefore, one functional gene of each pair is almost always available to the child despite mutation. كل هذه الجينات، كل هذه الجينات راح تنقل من الأب إلى الأم برغم حدوث الطفرة، برغم حدوث الطفرة راح تنقل، ولكن تنقل مع حدوث مشكلة، تنقل بحدوث مشكلة. إذا ما انحلت راح تستمر وسبب لنا ميوتيشن، إذا انحلت ما راح تتكون ميوتيشن وتتوقف عند مرحلة معينة وتستمر الخلية تكون طبيعية. نجي الآن إلى السيل ميتوسيس. الآن تكاثر الدي ان اي وفكس ترانا الدي ان اي وسوت 2 دي ان اي جديدة، يريد يكون خلية جديدة حتى ينقسم، وصار عملية تصحيح للدي ان اي، ماكو اي مشكلة. تبدي الآن بالمرحلة اللي هي قلنا تسبق عملية الميتوسيس، اللي هي هاي المرحلة اللي دخل بها نعم تعبت كل شيء يعني ما نقدر نكمل. يلا اوكي شباب ما اريد نتعبكم اكثر. راح نوقف للسيل مايتوسيس ان شاء الله الاسبوع القادم. طبعا المحاضره ان شاء الله اعطيكم اياها ايضا لانه ما لحقت ادز لكم اياها، انتهينا بالامتحان، فادز لكم اياها ان شاء الله تكون كامله عندكم.